J'aimerais comprendre quels sont les critères inhérents aux zones d'ombre. Et, Sid Ouali, vous avez parlé de plusieurs opérations du PC du PSD. Est-ce que les opérations à domatère, les zones d'ombre, sont à imputer au programme PC du PSD ou est-ce que c'est un budget qui est tout à fait qui est exceptionnellement autonome par rapport aux autres budgets ? De légumes, des terres agricoles, soit à peu près 2000 hectares. Et des centaines d'agriculteurs qui attendent justement. نقلنا إلى 98.20. من أهم الإنجازات وكنت راهنت عليها كثيرا وكنت دافعت عليها كثيرا ولله الحمد والمنة هو البوست اللي نسميه أنا لاستاسيون ما نسميهش بوست لاستاسيون تاع بوتلجا البوست تاع بوتلجا واللي الكثير من الناس ما يعرفوش انا قلنا عدا الحصه اللي انا اعطيتها اللي راح تتوزع هذا العام وتتوزع في الوقت نتاعها ان شاء الله وبشروطها اذا انا ما كان حتى حاجه اللي تخليني نتقلق في مجال السكن وماذا بيا نطمئن الساكنه تاع الولايه تاعنا وخاصه الناس اللي معنيين بالسكن الاجتماعي انا قلتها ونزيد نقولها ونكررها نمشوا بالخطى مع بعضنا بعض بصح نمشيو ثابتين السكنة اللي توجد تتوفر فيها الشروط ونشوفوها وفوت لها اللجنة تتوزع وفي هذه الأيام بلغنا كثير من الحصص السكنية لسادة رؤساء دوائر وأمرتهم باش يشرعوا في التحقيقات وفي العمل تاع اللجان وكثير من اللجان شرعت كثير من اللجان اللي راهي تقريبا تكمل الدراسه تاع الملفات تاعها البناء الريفي ماذا اقول عن البناء الريفي نقول لك حاجه عذبك خويا البناء الريفي في هذه الولايه خضع منطلق ماهوش صحيح العبد الضعيف اللي راه قدامك راه يقول لك فيها المنظور نتاعنا احنا الفكره اللي رسخناها في هذه الولايه اعانه ريفيه يساوي قطعة تاع تراب قطعة تاع عار الور نو هذه سيتي ان اكسبيريونس اللي دارت في سنوات مضى وان كان ما يسمى بالسكن المجمع السكن المجمع ولكن الولاية هذه استمرت في السكن المجمع أضف إلى ذلك ولاية استمرت بالفكرة هذه وهي ولاية أصلا غابية وفلاحية 62% من المساحة تاع الولاية فيها غابية وكان تشوف أنا طلبت من جماعة تاع الكاتاصر با يخرجوا لي برك المساحة اللي رانا بانيين فيها وكذا سي ضعيفة 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 ما كاين وين إذا الوفرة تاع العقار ما كانش فلاحة في ولاية فلاحية ولاية في ولاية غابية ولاية اللي فيها مانيش عارف فيضية وما زلنا نتكلموا على السكن الريفي المجمع ناهيك على واش يطلب السكن المجمع هذا الاعداد اللي كنت نذكر فيها وهذه اللي نسيت وهذه الاعداد اللي كنت نتكلم فيها والمبالغ الماليه كلها نتيجه هذا واش رانا ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس